يعني هي كل الثغرات التي بدأت في العراق انطلقت من البصرة، حيث هذه المدينة تشعر بالحيف والظلم باعتبارها تشكل ثاني يعني مدينة من حيث تعداد السكان في العراق، بالإضافة إلى أنهم تحد 3 دول و3 محافظات وتحتوي على ميناء ومطار، مدينة غنية بالبترول والصناعات الأخرى، تشكل 80% من واردات العراق من النفط العراقي، لكن مع ذلك هي لم تعطى حقوقها بشكل. وبالرغم من كل ذلك أستاذ واثق، عذرا على المقاطعة، هي تعاني أيضا من نقص وشح كبير في المياه، علما أن فيها 3 موانئ وفيها وفرة للمياه، وهي تعاني أيضا من البطالة، علما أن هي مركز النفط في العراق. يعني هذا التقاعس الحكومي يدفع هذه المحافظة للمطالبة بإقليم مستقل. نعم، يعني هي خصصت للبصرة، يعني ربما من عام 2003 إلى اليوم أكثر من 55 مليار دولار، لكن هذه الأموال لم تنفق بشكل صحيح، وربما تقاطعت صلاحيات المحافظات مع الحكومة الاتحادية التي عطلت المشاريع، بالإضافة إلى الخلافات السياسية، وهذه التقاطعات التي أدت بالنتيجة إلى الانعكاس على الواقع الخدمي والواقع المعيشي والاجتماعي بالنسبة للمجتمع البصري. لذلك يعني هي ومسألة الكهرباء باعتبار البصرة من أكثر المدن العراقية حرارة وتعاني من الجفاف وهبوب رياح من البحر، لذلك يعني كثير من المشاكل، بالإضافة إلى تعرض سكان هذه المدينة إلى مخلفات المواد الكيميائية وإصابتهم بكثير من الأمراض السرطانية، وبالإضافة إلى نتائج الحروب السابقة. بالنتيجة هذه البصرة، مسألة المطالبة بإقليم وهنالك مطالب أخرى بأن تكون البصرة عاصمة اقتصادية، هو مسألة كفلها الدستور العراقي، لكنها تحظى بالنتيجة إلى التقاطعات السياسية. يعني الدستور العراقي كفل لكل محافظة أو لنصوت ثلث مواطني هذه المحافظة يشاركوا في الانتخابات الثانية، ويصوت ثلث من المواطنين لصالح الاقليم، يمكن ان تصبح اقليما، لكن هي التقاطعات السياسيه ربما منعت من هذه القضيه، بالاضافه الى مساله طرح البصره كعاصمه اقتصاديه. طبعا هذه طرحت ضمن النظام السابق والى اليوم تطرح ايضا ممكن البصره بها هذه المواصفات. طيب استاذ واثق، يعني النائب عن محافظه البصره عدي عواد تحدث عن ملفات فساد وما الى ذلك، يعني ما مصير هذه الملفات؟ يعني منذ سنوات ويجري الحديث عن ملفات فساد، كيف ستتعامل الحكومة أو حكومة السيد الكاظمي مع هذه الملفات؟ نعم، يعني أنا قلت للبصرة خصصة بحدود 55 مليار دولار، وهذا الرقم كبير جدا يعني بالنسبة للبصرة، ويعني هذه ضمن الموازنة التشغيلية. فأكيد يعني هذه الملفات والتقاطع الموجود، يعني بعض الأموال هي أخذت من أعضاء مجالس المحافظات وقسمت بين الأحزاب الحاكمة في البصرة والمتنفذة فيها، بالإضافة إلى سلطة الحكومة الاتحادية وسطوة الأحزاب من مركزيتها من بغداد. هذه بالنتيجة طبعا هي ملفات شائكة كبقية الملفات الكبيرة للفساد التي ربما العراق يعج بها ومن الصعب تحقيقها على الأمد القصير. طيب الكاتب والمحلل السياسي واثق الجابري، أنا أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا مباشرة من بغداد.